مسائل الرجعة، كتاب تخريج الفروع على الأصول، مسائل الرجعة. أنا سأجيب عن الأسئلة إن شاء الله بعد المغرب. معتقد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الطلاق الرجعي يزيل ملك النكاح من وجه. لابد أن تفهموا هذه المسألة أنها جيدة. هو إزالة ملك النكاح هل كلية، هل كلية أم من وجه دون وجه؟ فهو عند الشافعي يزيل ملك النكاح من وجه ويبقى من وجه آخر، واحتج على ذلك بوجوب العدة عليه، بوجوب العدة عليه لدلالة أنها ليست بزوجة، حتى تحسب تحسب أقراؤها من العدة بالإجماع، وأيضا بأن الطلاقات تنتقص، عدد الطلاق ينتقص بوقوع الطلقة، وبأن موجب الطلاق يضاد موجب النكاح، وبأن موجب الطلاق يضاد موجب النكاح، وإذا اجتمع وجب الجمع بينهما بقدر الإمكان، وإذا اجتمع وجب الجمع بينهما بقدر الإمكان، فيحكم بزوال النكاح بالإضافة إلى حل الاستمتاع وبقائه بالإضافة إلى ما عدا من الأحكام. يعني هنا الآن ويقول هي زوجة وليست بزوجة، يعني كلام الشافعي هنا كأنه يقول هي زوجة وليست بزوجة. وأما أبو حنيفة فقال بأن الطلاق لا يزيل ملك النكاح كلية، هي زوجة هي زوجة، لذلك هم يحلون الوطء في العدة، هم يحلون الوطء في العدة. فالطلاق الراجع عنده لا يزيل ملك النكاح بوجه، وإنما تأثيره في نقصان العدد وتحريم الخلوة والمسافرة، ففي الحقيقة هو فقط تنتقص عدد الطلقات ولا يخلو بها ولا يسافر بها. واحتج في ذلك باستقلال الزوجة بالرجعة وتفرد الطلاق والخلع والإلاء والظهار واللعان وجعل التوارث بينهما، لأنه لو مات ورثته، لو مات وهي في العدة ورثته، والانتقال إلى عدة الوفاة، وأيضا تكون معتدة، يعني طلاقها طلاق رجعي، فإن مات زوجها فإنها ترث وعليها العدة، ووقوع الطلاق عليها بقول زوجاتي طالق، يعني هو طلقها في العدة، طلقها طلقة ثانية يقطع الطلق، واستمرار جميع أحكام النكاح. إذا قلنا بأن الشافعي قال زوجة غير زوجة، لكن الأحناف قالوا هي زوجة متكاملة، زوجة متكاملة، هذا الخلاف في التأصيل أنتج لنا خلافا واسعا في التفريع، أنتج لنا خلافا واسعا في التفريع. نعم، فيتفرع على هذا، عن هذا الأصل مسائل، منها المطلقة الرجعية محرمة الوطء، المطلقة الرجعية محرمة الوطء عند الشافعية لزوال الملك المفيد للحل من وجه. وأما الأحناف قالوا لا يحرم، لأن الملك إذا بقي كان الحل من ضروراته، إذ لا يعقل وجود ملك النكاح غير مفيد للحل، يعني هم يقولون بجواز الوطء في العدة، بجواز الوطء في العدة. طبعا الوطء في العدة عشان تفهم، عشان هذه المسألة لا تكون قد يعني عمي عليك فيها، إذا قلنا بجواز الوطء في العدة ويكون هذا رجوعا، يكون هذا رجوعا. ومن المسائل أيضا المتفرعة على هذا التأصيل أن الرجعة لا تحصل عندنا إلا بالقول، قال لها رجعتك رددتك، لأنه استباحة بضع، فيفتقر للقول كما في ابتداء النكاح. أما الأحناف فلا يرون ذلك، والثوري معهم أيضا يرون بأنه يحصل بنفس الوطء، إذا وطأ وحل له الاستمتاع والوطء، فوطئ استخدم حقه في الوطء وهي زوجة كما بينا، تنتقص فقط عدد الطلقات ويحرم الخلوة والمسافرة، فإن وطئ فهذا رجوع، فيحصل الرجوع بنفس الوطء. ولذلك قالوا لو نزلت المرأة على زوجها حصلت الرجعة، وكذلك كل فعل موجب حرمة المصهرة كاللمس والنظر. والأحناف يقولون إذا نظر إلى ما يستمتع به منها فقد تفضل. أرجو أن يكون الأمر على خير يا أستاذ، أرجو أن يكون الأمر على خير، طمنا عليك على أهل الشام، حفظكم ربي.
إذن هو لو نظر حتى إلى ما يستمتع به منها فإن الطلاق فإن الرجعة ترجع، هذا عند الأحناف. ومعنى حصول الرجعة ارتفاع تحريم الخلوة بالمرأة والمسافرة بها لأنها صارت زوجة انتهى. ومن المسائل أيضا أن وطئ الرجعة يوجب المهر عندنا، يوجب المهر. لما يوجب مهر المثل؟ لأنه وطئ بشبهة، لأنه وطئ بشبهة، لأنه لابد أن يردها، وردها لا يكون إلا أن يقول رجعتك رددتك. نعم. ومنها أن الإشهاد على الرجعة واجب، هو طبعا واجب في وجه، وإلا المعتمد في المذهب الشافعي أنه سنة مستحبة ليس بواجب. لما قال عمران بن حسين قال طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة، أشهدت على ذلك ثم قال له طلقت على غير سنة وراجعت على غير سنة. وعندهم لا يجب الإشهاد لأنها زوجة أصالتها، لأنها أمين أمين زوجة أصالتها بوركت. المسألة الثانية مسألة مسائل النفقات. انتهينا من الحمد لله ما كان مع الطلاق، انتقل المصنف بعد ذلك في تخريج الفروع على الأصول إلى مسائل النفقات. مسألة نفقة الزوجات، أما مذهب الإمام الشافعي أن نفقة الزوجة واجبة بطريق المعاوضة عن الحبس، يعني هي أصلا تحبس نفسها له وهو ينفق عليها، كما أن الصداق واجب بالتمكين، إذا ما كانت نفسها واجب الصداق. مسائل النفقات، قلنا بأن الشافعي يرى بأن النفقة معاوضة، حبست نفسها عليه فأنفق عليها، أو مكنته من نفسها فكان الصداق على التمكين. وأما الأحناف يرون بأنها النفقة واجبة بطريق الصلة لنفقة القريب، وكلام الأحناف هنا هو الأقرب دليلا والأقوى والأسعد بالدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يضيع من يقوت. نعم. وقالوا بأن النفقة تابعة في النكاح، إذ ليس النكاح من عقود الاكتساب. نعم. سكن رحمة. وأما القيد والحبس فمشروع لمصلحتها، فإن الأحسن بها لزوم قعر بيتها والتحرز والتستر صيانة لعرضها، مع مال الناس من دواعي الفحش وأيضا الفساد. يتفرع على ذلك مسائل، من هذه المسائل المسألة الأولى أن الإعصار بالنفقة يثبت للمرأة حق الفسخ عند الشافعية تحقيقا للعوضية، يعني لو أعصر وما استطاع أن ينفق عليها لا حق الفسخ. لما؟ لأنها تنتظر العوض، لما انتفى العوض كان لها الحق بالفسخ. وعندهم لا يثبت به، يعني بالتقصير بالإعصار في النفقة، إلا القدرة على مفارقة المنزل والخروج للاكتساب، يعني بيقول لو أعصر وما استطاع أن ينفق لها أن تخرج من البيت وتكتسب وتنفق، لها أن تخرج من البيت وتكتسب وتنفق. وإن كان الحق في هذا الباب لأن القاعدة العامة الضرر يزال، والخلاف هنا في طريقة إزالة الضرر، فالأحناف يرون بأنها تنزل السوق تبيع وتشتري أو تعمل وتنفق، وأما الشافعية يرون بأن لها الحق في الفسخ. ولعل الدليل أقرب إلى ذلك لا في التأصيل، يعني ليست مسألة الترجيح قول الشافعية هنا ليس على التأصيل، ولكن على الدليل والآثار. أيضا من ذلك أيضا أن النفقة نفقة الزوجات، أن نفقة الزوجات معلومة مقدرة كسائر الأعواد، لأنه كل عقد لابد أن يعرف فيه على تعرف فيه على طرفي العقد، وأن يكون معلوما، لأن الجهالة غرر والغرر ممنوع منه العقود. فيقولون بأنها معلومة كسائر الأعواد، فالموسر عليه مدان والمعسر عليه مد. وإن كان الحق بأن الشافعية أيضا يأخذون بعموم قول الله للرفع له لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أما الأحناف فإنها لا تتقدر بقدر،
بل الواجب مقدار الكفاية في النفقة كما في نفقة القريب. ويختلف الأمر باختلاف الأحوال، كيف كانت تعيش في بيتها، بيت أهلها، أيضا سنها، ما يكون لها، ما لا يكون لها. المسألة على الأحوال، ولا وعلى أيضا أنسب ما يكون نفقة على المرأة، لأنها نفقة قريب والأصل فيها الرحمة. وقلت هذا أيضا الأقرب إلى الدليل. ومن المسائل المتفرعة على هذا التأصيل بأن نفقة الزوجة تتقرر في الذمة ولا تسقط بمضي الزمان لأنها عوض، والأعواض لا تسقط، والأعواض لا تسقط كسائر الديون والأعواض. وأما الأحناف قالوا تسقط بمضي الزمان كنفقة القريب، فإنها تسقط حين أعسر وما استطاع، فلا تبقى في الذمة. ثم انتقل بعد ذلك للأسباب الشرعية بفضل الله، وهذا باب جديد نطلع عليه في الدرس أو الدروس القادمة. ونحن ولله الحمد والمنة أيضا على مشارف الانتهاء من الكتاب، وهذا كتاب ماتع جدا، كتاب من الأهمية بمكان، كتاب تخريج الفروع على الأصول. هي توقف الأربع سنوات على أساس هم قالوا أن غالب مدة حمل 9 أشهر، وفي قول في القديم على أنها تبقى 4 سنوات، لأن هذه أقصى مدة للحمل، 4 سنوات على أنها أقصى مدة للحمل. نعم. السؤال أيضا أخت الفضيلة تقول هناك تحليل للكشف عن براءة الرحم، فهل يمكن لمن تصبر 9 أشهر كانت تتأكد براءة الرحم أن تفعله؟ قد نقول لأن تطويل المدة إزالة ضرر فيها ضرر على المرأة، وإزالة الضرر واجب، إزالة الضرر واجب، قد نقول بذلك. هناك سؤال آخر، المرأة التي تحيض كل 7 أشهر مرة كم تكون عدتها؟ عدتها حيضات 3 يا أستاذ خالد، عدتها كما قال الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.